نروح لإيطاليا. النهاردة وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو توجه بالشكر على صفحته الرسمية على تويتر للحكومة المصرية على إرسالها طائرة محملة بمليون كمامة لمساعدة العاملين في المستشفيات الإيطالية ضد فيروس كورونا. إحنا معانا عبر سكايب الكاتب الصحفي الأستاذ محمد يوسف المتحدث باسم الجالية المصرية في إيطاليا. أستاذ محمد مساء الخير وأهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك، وكلمني عن الموقف المصري يعني وارسال مساعدات تقدمها مصر الى ايطاليا من خلال ارسال مليون كمامه. كلمني عن هذا الموقف ومردوده كمان عندكم هناك في ايطاليا. طبعا هي حاله من الفرح في الاوساط الايطاليه، خاصه ان مصر لما قامت بتقديم هذه المساعدات كان هناك حالة من الفرح بين أبناء الجالية المصرية في إيطاليا، في عموم إيطاليا وفي روما تحديدا. رئيس الجالية المصرية أرسل رسالة شكر إلى سعادة السفير وإلى الرئاسة المصرية وعلى هذا الموقف، خاصة وأن تركيا في هذا الوقت حصل هجوم عليها بسبب موقف أردوغان لعدم تقديم الكمامات المتعاقد عليها المباع من تركيا إلى إيطاليا في هذا الوقت، فلم يوافق على تسليم هذه الكمامات إلى إيطاليا، وسبب حالة من الكره بما أنه يتحدث عن الإسلام والمسلمين للمسلمين. والحمد لله أن مصر قامت بهذا الواجب لدفع هذا الاتهام إلى العالم الإسلامي وإلى العرب. طيب أستاذ محمد، عايزة برضو أسأل حضرتك تطمنا على أوضاع المصريين الموجودين في إيطاليا، هل هناك أي إصابات بين المصريين الموجودين هناك؟ هو الإصابات لغاية الوقت اللي أنا قلت لحضراتكم فيه كان أصيب 10. لما قامت مصر بتقديم المساعدات إلى إيطاليا، الكلام ده شكله في مجموعات متربصه بمصر اغلبها طبعا اخوان، ما عجبهمش الكلام ده، قعدوا على صفحتهم يهاجموا مصر، وقاموا باختلاق بعض القصص الوهميه لشخصيه موظفه بالسفاره المصريه اصيبت بفيروس كورونا، والكلام ده طبعا كله عاري عن الصحه وتم نفيه سواء من السفاره المصريه في روما ومن الجاليه المصريه ومن رئاسه الوزراء ووزاره الخارجيه في مصر. بالتالي بيسعى مجموعات الاخوان للتقليل من اي نجاح بتقدمه مصر، طبعا ده مش نجاح، بمساعدات انسانيه مش المفروض حد يعني يقوم بانتقادها. كل دوله بتقدم اللي تقدر عليه، وطبعا الشكر الذي وجهه وزير الخارجيه الايطالي لويجي دي مايو النهارده بخير دليل على ان ما قدمته مصر هو مساعدات كبيره جدا في وقت حرج جدا. طيب لكن عدد الاصابات، خلينا احنا مالناش دعوه طبعا بهذه القنوات الارهابيه، لكن عدد الاصابات من بين صفوف المصريين رسميا هي 10 اصابات يا استاذ محمد. 10 اصابات. طمنا عليهم وعلى صحتهم بعد اذنك. الحمد لله كل المصريين تمام، في تواصل بين سعاده السفير هشام بدر ورئيس الجاليه المهندس عادل عامر دائما للاطلاع على والوقوف على اخر المستجدات سواء في روما أو في ميلانو. طبعا يقوم الجالية المصرية أو رابطة الجالية المصرية في ميلانو برئاسة الأستاذ محمود عثمان والأستاذ وليد عبد الواحد بتقديم النشرات الإخبارية دائما، وهم متابعون من الجميع، فبالتالي أنا بوجه لهم الشكر عن طريق البرنامج حضرتك المحترم على ما يقومون به من توعية للمصريين هناك، خاصة وأنهم يعني يجمعوا المصريين هناك في المدرسة المصرية الوحيدة والعربية الوحيدة المعترف فيها في إيطاليا، فبالتالي هناك 452 أسرة بتتردد على المدرسة المصرية هناك، بيقوموا بتوعياتهم يوما بيوم مع توعية الجالية المصرية عن طريق الفيسبوك. خلينا نرجع لعدد الاجراءات الصارمه اللي قامت بها
صحيح. هو النهارده بعد اذنك استاذ محمد، النهارده يعني الحكومه الايطاليه اصدرت مرسوم، وده عايز اكلم حضرتك فيه، بيتعلق او بتعليق كافه الانشطه الانتاجيه والصناعيه والتجاريه في البلاد باسرها لمواجهه حاله طوارئ فيروس كورونا. كلمنا اكتر عن هذه الاجراءات، واذا كان هناك اجراءات اخرى تساعد على خفض اعداد الاصابه في ايطاليا وهي للاسف الاعلى في العالم. هو طبعا ما اكبر السلطات الايطاليه على اتخاذ هذا القرار، ارتفع عدد المصابين، عدد الوفيات من امس ارتفع 600 واحد متوفى، 600 مواطن متوفى ضحيه طبعا لهذا الفيروس. عدد الضحايا في عموم ايطاليا ارتفع ل 6077 منذ ان دخل الوباء ايطاليا. عدد المصابين في ايطاليا وصل الى 63927 بارتفاع 3780 اصابه عن امس. يعني في يوم واحد ارتفع عدد المصابين ل 3780. تم شفاء من جميع الحالات دي 7432 من ال 63927، يعني 64000 تقريبا. فبالتالي الحالة دي إصابة الأطباء، في 19 طبيب توفوا بسبب جراء معالجتهم للمرضى. أصيب بالعدوى في القطاع الصحي 4824. ولكن طبعا السلطات الإيطالية لما لقيت العملية بتزيد بهذا الشكل قاموا بتشديد القوانين. وصلت الغرامات او وصلت المخالفات قيمته، يعني هيدفع الشخص الموقع له المخالفه غرامه تصل الى 2000 يورو واحتجاز سجن من ست شهور الى سنه. وزاره الداخليه قامت بتوقيع كنترول من 11 ضبطيه، يعني من 11 مارس الى 22 مارس الى ل 2 مليون و100 الف شخص. 2 مليون و100 الف شخص تم استيقافهم في الشوارع. اتعمل محاضر ل 157 الف شخص. 157 الف شخص. ما اثبت اللي كان معاهم اعذار مزوره، يعني ورق ان هو عنده عذر ورايح في اي حاجه، 2155 شخص. دول هيتعرضوا لقضايا جنائيه اللي هو تعريض المجتمع للخطر. فبالتالي عملية التفتيش كمان على المحال التجارية وصلت إلى التفتيش على 973,799 محل تجاري، يعني ما يقرب من مليون. تمام. الجيش نزل عشان يتابع، عشان يساعد الشرطة، وعملوا محاضر، عمل استيقاف ل 54,000 شخص، وتم تحرير محاضر من الجيش الأشخاص 158 محضر، طبعا هتبقى محاضر جنائية. تمام. بالتالي السلطات الإيطالية واخدة العملية على موضوع الجد. طبعا أحب أقوله للمشاهدين إن المواطن رقم واحد اللي تم إصابته في إيطاليا بالكورونا فيروس هو شخص يدعى اسمه ماتيا. ماتيا ده عنده 38 سنة، كان تم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة يوم 22 فبراير، ودي في مقاطعة اسمها لوديجانو. لوديجانو دي في حتة اسمها بافيا. أيوه. هي في شمال وحصل إيطاليا. إيه يا فندم؟ خلاص هو تماثل للشفاء ووجه رسالة عبر الفيسبوك عبر صفحته. هو ما فيه عنده 38 سنة، كان في حالة طبعا ميؤوس منها، والحمد لله تم شفائه على خير. تمام. وجه رسالة من المجتمع الإيطالي بعدم الخروج من المنازل إلى أن تنتهي هذه المصيبة التي أصابت إيطاليا العالم كله. أنا بشكرك طبعا، وهنتابع مع حضرتك الأستاذ محمد يوسف من إيطاليا. شكرا جزيلا لحضرتك.